انطلقت فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات، وذلك برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضي. وركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74% عند التسوية لتصل إلى 83 دولارا و47 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.49% لتصل إلى 79 دولارا و19 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى دولارين وسبع سنتات للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتصل إلى دولار وستة سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا ستصبح 43 دولارا و19 سنتا للطن المتري اعتبارا من 21 من فبراير الجاري. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعري إرشادي قدره 248 دولارا و4 سنتات للطن المتري. أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي. وعقب اجتماع مع نقابة المزارعين الرئيسية في إسبانيا، أشار بلاناس إلى أن القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية رائد، ويمكنه أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، لافتا إلى التزام تقديم عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزارة الاتحاد الأوروبي في 26 من فبراير الجاري. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة على خطة قدمتها ألمانيا بشأن مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو. وذكرت المفوضية أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف ألمانيا المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية. هذا وسيتم تمويل خطة ألمانيا من خلال صندوق الاستجابة السريعة بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والصمود الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي.